يلا طب خليك معايا بقى كده نشوف مع بعض. احنا طبعا اخذنا الجزئيه اللي فاتت اللي هي عباره عن مين فكرني كده اللي هي القيمه المطلقه، وقلنا القيمه المطلقه اللي هي عباره عن الخطين بالمنظر ده، وقلنا اي رقم بيتحط داخلها اذا كان سالب او موجب او صفر بيطلع السالب 3 القيمه المطلقه بتاعت 3، القيمه المطلقه للثلاثه 3، القيمة المطلقة للصفر صفر، يبقى الحاجة الوحيدة اللي هي ليها تأثير فيها اللي هو الإيه؟ السالب. مش معنى إن أنا نهيت القيمة المطلقة وخلاص الدرس بتاعها إن خلاص انتهت، لا ده أنا هعتمد عليها في الدروس اللي جاية. فشفنا أجزاء ليها وشفنا القوانين بتاعتها والقواعد بتاعتها. هننقل النهاردة لدرس قوي جدا حتى من اسمه الأسس. الأسس اللي هي القوة اللي هي فيها الأرقام فيها تكرار وزي ما هنشوف ليها قواعد وقوانين، أنت خدت الجزئية ديت قبل كده في سابع. بس هنشوف النهارده بالتفصيل. هو مسمي الدرس اللي الاسس وقوانينها واحد. ليه مسميها واحد؟ لان انا عندي قوانين كتير للاسس. بقسمها هو لجزئين، جزء اللي هو قوانين الاسس واحد وجزء اثنين. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض كده ايه الاسس وقوانينها واحد دي عشان نقدر نستغلها النهارده في المسابقه. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان انا ما ببصش في الكتاب خالص في الاول. بندردش مع بعض في الايه؟ في الدرس لحد ما نفهمه وبعد كده نخش على الايه؟ ندخل على السنة. الاول احنا عندنا ايه هي الاسس؟ الاسس دي بتنتج عن طريق قوه. عن طريق ايه؟ قوه. يعني ايه قوه؟ احنا عارفين ان كل ما كان عدد الاشخاص اكتر كل ما كانت القوه اكتر. فانا لو عندي اثنين ده عدد لوحده لما قرروا اكتب اثنين كمان زادت القوه بتاعته. ماشي يا حسام؟ ضربت في اثنين تاني زادت القوه اكتر. ضربت في اثنين كمان زادت القوه اكتر، بص انا بقول ايه؟ زادت القوه. تمام؟ فقال لي ايه بقى القوه ديت؟ قال لي هو عدد تكرار العدد ده، يعني العدد ده كل ما يزيد تكراره بيغير في القوه بتاعته، اذا كان شديد او تقل. فهنا انا بحول ده لشكل تاني، انا بتفق معاه في الرياضه، بلاحظ ان ممكن يبقى اي واحد يفهم رياضيات لحد صف ثالث ورابع وخامس وسادس. اول ما نيجي صف سابع وعاشر وتاسع والصفوف العليا يبتدي بقى الناس تقول لك لا انا بصراحه ما بفهمش. ليه؟ لان حطينا باسورد لان احنا لغز احنا بنفهمه بس اللي هو عن طريق ان احنا بنحط رموز لنا ما حدش يفهمها تاني. فهنا انا عايز احط رمز زي ده، فقال لي ايه الرقم اللي بيتكرر كتير اللي على اساسه الحسبه دي بتتحسب الاثنين، فبكتب الاثنين وده بنسميه الاساس. ليه الاساس؟ لان هو ده اساس العمليه. وبشوف تكرار العدد ده قوته قد ايه؟ قوته 2 ولا 3 ولا 10 ولا 7؟ بتيجي القوه عن طريق عددهم 1 2 3 4. فبقول هنا 4، يبقى اللي فوق الرقم اللي اتكتب فوق ده بيبقى اصغر شويه من اللي تحت كده على اليسار، وده اسمه الاس. بس انا بحب الاسم الثاني اللي هو القوه. القوه بتاعته او القوه. طيب القوه عندي هنا اذا كان بدي او كده يعني قوه او القوه. طيب يبقى انا عندي هنا اساس واس. اساس وايه؟ واس. الاس اللي فوق ده بنسميه القوه بتاعته. الرقم كل ده بنسميها الاس. بنسميها ايه؟ الاسس. يبقى الاسس عباره عن جزئين، اساس واس. اساس وايه؟ واس. فانا لو قلت مثلا رقم ثاني وليكن 5 ضرب 5 ضرب 5 ما بكتبهاش بالطريقه دي، بكتبها ايه يا نور الدين؟ نور الدين ايوه 5 اللي هي اصل العمليه، اس 3 عشان تكرارها اللي هي مرفوعه للقوه 3. طيب يا استاذ، طب احنا دلوقتي شفنا المعنى بتاع الاسس، استخداماته ايه؟ استخدامات الاسس ديت قال لي في بعض القوانين بتحكمها. يعني ايه؟ زي ما انت بتقسم الارقام وتجمعها وتضربها، برضه الاسس الشكل بتاعها لازم يبقى عندك قواعد ان انت تضربها ازاي او تقسمها ازاي. طب نشوف ايه اوسع. ماشي، هنا 5 ضرب 5 ضرب 5. ايه الرقم اللي بيتكرر؟ 5 بكتبه تحت اللي هو اساس العمليه. كم مره يا اسامه؟ 1 2 3، يبقى بكتب 3.
يعني لو قلت اقول اسامه، لو قلت لك سبعه ضرب سبعه بس يا اسامه، هتقدر تبقى ايه؟ اول حاجه بتكتب الحاجه اللي تحت اللي انت هتبني عليها، اللي هي الايه؟ اللي هو الاساس. ها يا محمد؟ فوق كده بكام؟ بس خلاص. طيب تعالى نشوف بقى قواعد القوانين بتاعتها. ازاي اضرب وازاي اقسم؟ اضرب واقسم فيها بالقواعد كده، هنرجع للاصل عشان ايه؟ نقدر نبني قواعد. القواعد اللي هنبنيها كده اللي هنمشي بيها على طول. بس الاول طلع دفتر، طلع دفتر واكتب بسرعه اللي ايه؟ اللي احنا كاتبينه ده. عشان نشوف ازاي ضرب الكوش. شباب اللي في الزوم، لو في جزئيه مش فاهمها قول لي. حسن. قبل ما الناس ما تقلق. استاذ. نعم استاذ، يعني القوه بتكون على حسب العدد صح؟ ايوه على العدد. العدد اتكررت ثلاث مرات يبقى العدد ثلاثه اللي هي القوه، اتكررت اربع مرات يبقى الايه؟ القوه بايه؟ باربعه. تمام؟ يلا كده حسن عايز ايه يا حسن؟ تمام شكرا استاذ. عفوا حبيبي. ايوه حسن. استاذ براء بيقول انه دخله. استاذ براء بيقول انه دخله. نعم استاذ براء، انت هو انت مو مدخله، بيقول لك دخله. ثاني يا حسن معلش، وعلي صوتك يا حسن. استاذ براء بعد انه انت مو مدخله، استاذ دخله. ماشي يا حبيبي، ما هو مش موجود عندي. خلاص ماشي يا حبيبي. تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي بقى ضرب الايه؟ الاسس. لو انا عندي رقمين في صوره الاسس، ركز بس معايا هنا قريب. لو انا قلت 2 اس 3 تمام؟ 2 اس 3 ده معناه يا ابراهيم 2 اس 3 جميل، بيقول لي ضرب 2 اس 2 معناها ايه دي يا امجد؟ 2 اس 2 بس. يبقى انا لازم لما اكتب الحاجه اكون مفهومها. عايز اضرب الرقمين دول في بعض. انا بصراحه مش عارف، القانون مش عارف. فبعمل ايه؟ اول حاجه برجعها للاصل. بفكها. وبعد كده نطلع القاعدة دلوقتي. لو انا 2 اس 3 دي عبارة عن كام؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 صح؟ يبقى انا خلصت الاولانية. كام؟ الثانية متكررة كم مرة؟ مرتين. يبقى هضرب ادي في 2 كمان في 2 كمان. يبقى انا كده فكيت الاسس عشان اعرف ايه الاصل بتاعها هتساوي كام؟ لما فكيتها الاثنين ديت مضروبة في بعض كم مرة يا نورالدين؟ عد كده. يبقى انا لما حطيتهم مع بعض طلع كام مره تكرار يا محمود؟ خمسه. يبقى نقدر نكتبها 2 اس كام؟ 2 اس 5. يبقى الناتج بتاع 2 اس 3 ضرب 2 اس 2 طلع ب 2 اس كام؟ اس 5. هتلاحظ جت منين؟ ان انا الاثنين اهي في الاساس نزلتها مره واحده، والقص 3 و2 عملت فيهم ايه؟ جمعتهم. عملت 3 زائد 2. طب يا استاذ انا مش فاهم، تعال نشوف. هناخد مثال ثاني عشان هنطلع القاعده وهنتكلم بعد كده بالقواعد، مش هنتكلم بقى بالايه؟ بالارقام كده. لو احنا بصينا هنا وكتبنا مثلا 7 اس 3 ضرب 7 اس 4. انا القاعده مش عارف الشكل ده. مش عارف الشكل ده بيساوي كام. فلو قلت لاسامه يلا يا اسامه فكني ده عشان اعرف هي هتساوي كام. يلا يا اسامه.
مضروب بعد كم مره يا اسامه؟ ثلاث مرات، 7 ضرب 7 ضرب 7، كده خلصت الاولاني. محمد الثاني 4 مرات، يبقى 7 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7، ادي 4 مرات. تعالى نشوف مع بعض كده. لا اسمعي. يلا ريان، هنا السبعة متكررة كم مرة؟ عد معايا، 1 2 3 4 5 6 كام؟ يبقى أنا هكتب السبعة اللي تحت الأساس، وبعد كده التكرار فوق بكام؟ هتلاحظ هنا أنا عملت لو مش موجودة دي عندي، عشان أحصل على سبعة أس السبعة، أحصل عليها إزاي؟ أول حاجة محمود أنزل الكام؟ السبعة، وأجمع 3 زائد 4. يبقى بدل ما افك الايه؟ او احلل الاجزاء ممكن اجيبها على طول لو طلعت. طب يا استاذ ما دي سهله مش صعبه؟ اقول لك لا، لو انا هتفرج بالمنظر ده بص واقول لك 7 اس 20 ضرب 7 اس 30 هتكتب انت 20 30 بتساوي كام؟ بص القاعده بقى الاساسيه 7 اس 20 زائد كام؟ هل عدينا وفكينا ولا جبنا على طول؟ يبقى هنا 7 اس كام؟ 50. راح قايل لي طلع لي قاعده يا استاذ، طلع لي قاعده كده. القاعده على طول معروفه يا امجد انت وهاشم ان القاعده بتبقى برموز، بدل ما اقول ارقام بقول رموز، عشان بدل ايه؟ ما تبقى خاصه بحاجه معينه. يعني احنا الرموز اللي متاحه عندنا ان انا ممكن اكتب، انا ممكن اكتب الف باء، بس تعرف الالف ده ايه هو؟ ينتمي الحرف عشان اعرف انا الالف مين؟ لان الالف دي ممكن تبقى حرف، ممكن تبقى تعبر عن ارقام، فبكتب ايه؟ ببص بقى طبعا انا همسح ايه؟ ده كفايه كده؟ تعالى نشوف مع بعض، لو انا قلت الف قص ميم، ايه الالف ده؟ عدد وليكن 3 2 1 اتفضل انت عايز، والميم عدد ضرب ألف أس نون، يبقى العدد اللي أنا اخترته هنا وهنا لازم يكونوا زي بعض. يعني الألف لو اخترته 7 يبقى هنا الأساس 7 زيه، لو اخترته 2 يبقى هنا إيه؟ 2 وساب. هل الأسس هتبقى زي بعض كده؟ لا، لأن أنا اخترت حرفين مختلفين ميم وإيه؟ ونون. النتيجة بتساوي إيه؟ قال لي لما يبقى أنت عندك ألف أس ميم، ماشي معايا نور الدين؟ لحظة، لو سرحت مني مش هتعرف حاجة. وهنا ألف أس نون، لما بعمل بضرب الاتنين بيديني إيه؟ ألف واحدة أس إيه؟ ميم زائد نون تاني. أنا بعتبر السبعة دي ألف. ألف أس ميم، ميم هنا بثلاثة. ضرب ألف أس إيه؟ نون. راح أعطيني ألف واحدة أس ميم زائد نون. يبقى القاعدة الأولانية اللي هي لما بنيجي نضرب، بس شرط ان الاساس زي الاساس، لازم الرقم اللي تحت يكون واحد. نعم؟ لا يختلف، مش هتنطبق القاعده، لازم يبقى اللي تحت زي اللي تحت، لازم الاساس زي الاساس. فبنزله مره واحده بس واجمع الاسس ميم زائد نون، دي القاعده الاولانيه للضرب. دي القاعده الاولانيه اللي ايه؟ للضرب. نزل بتاع زي ما هو، زي ما هم، بس الاشاره تبقى زي، ماشي؟ طيب انا عايز بقى اطبق هنا قواعد. انا عندي اشارات صح؟ عندي موجب وايه؟ وسام. تعال نلعب مع بعض حاجه بقى. الاول انت بتكتب دي؟ اكتب طب بسرعه دي عشان عايزين نعمل حاجه صغيره. لحد دلوقتي انا ما وصلتش الكتاب خالص. تعالوا نشوف مع بعض شباب كده، اللي هي باللون الازرق
بيقول لي نوت ايه؟ 2 اس 3 ضرب 2 اس 7. لازم نتاكد من حاجه اساسيه. ايه هي؟ ان لازم الرقم اللي تحت يكون زي بعض. يعني نوت لما ابراهيم قال لي او نور الدين قال لي ان يا استاذ لو اختلفت الارقام دي ينفع نضرب بالقانون؟ لا ما ينفعش. يبقى شرط الاساسي ان الاساس زي الاساس مساوي. شرط ايه؟ ان يكون ايه؟ بس احنا عايزين نتكلم بقى بالايه؟ خبره الالفاظ. الاساس زي؟ بس ما تقوليش بقى الرقم اللي تحت واللي فوق. الاساس زي الاساس واللي فوق ده اسمه ايه؟ اس او قوه. لو انا قلت هنا محمد 2 اس 3 ضرب 2 اس 7 بتساوي ايه؟ بالقاعده على طول بقى بتساوي 2 اس بس كده. محمد عمل ايه؟ عمل 3 زائد 7 يبقى تساوي 2 اس كام؟ 10. ماشي حاجات سهله جدا. في اي مشكله؟ يلا كده يا ابراهيم 5 اس 4 ضرب 5 اس 2 اتاكد من حاجه، هل الاساس زي الاساس؟ ايوه يا استاذ اطمن بقى. يلا اديني بقى كده الناتج بيساوي ايه؟ 5 اس. الراجل على طول بقى ايه عايز يجيب نفسه ان هو فاهم بقى، بدل ما يعمل 4 زائد 2 راح يعمل 5 اس كام؟ 6. هو ده اللي انا عايزه ان انت تعمل لي على طول بقى فاهم من الضرب. ايوه قول لي بقى القاعده يا استاذ. عند ضرب الاسس، عند ضرب الايه؟ الاسس، او عند ضرب اللي هي الايه؟ المقادير الاسسيه، بنجمع الاسس. فعند الضرب نجمع الايه؟ الاسس. عند الضرب نجمع الاسس، الاسس اللي هي عند الضرب نجمع الاسس. طيب ده يا استاذ في الضرب. لو جبناها لو جبناها في الاسم، والله انت اللي هتقول مش انا اللي هقول. تمام؟ نشوف كده امتى تمام؟ الراجل فاهم. طب تعالى نطبق الكلام ده. لو احنا قلنا استاذ جرب لي ضرب الاسم ازاي؟ عرفت بقى ان انت السلمه الاولانيه بتيجي، انت بتعرف تطلع زي ما انت عايز. لو قلنا بقى قسمه الاسس. قسمه الاسس، لو جبنا اي مقدار، قول لي كده وسام اي مقدار، اي رقم كاسس، اي حاجه. ها؟ 4 اس كام؟ ما لازم اساس واس، ها؟ 4 اس 2، انا عامل مثلا 2 اس كام؟ 5 مثلا، عشان تبقى واضحه. وعايز اقسمها على رقم ثاني وليكن نفس الاساس. يلا كده مأمون. برافو عليك، هو عمل حاجه كويسه. عمل ايه؟ قال لي هنا 2 اس 3، الراجل ده فين؟ ليه؟ لان جاب لي الاساس زي الاساس. هنا الاساس زي الايه؟ الاساس. ما جابش رقم مختلف، كده الراجل ده فاهم. طب الحته اللي جايه بقى استاذ، هو قال لي مطرح، انا مش واثق بصراحه جوايا كده، مش واثق، عايز اتاكد. فعايز اتاكد تحت كده، هعملها في دايره كبيره عشان تطلع القاعده بتاعتي. 2 اس 5 تقسيم هي شرط الكسر، 2 اس 3 بتساوي 2 اس 5. معناها الاثنين مضروبه في نفسها كم مره؟ 5 مرات. ادي 2 ضرب 2 ضرب 2، جميل؟ ادي 5 مرات. نيجي بعد كده الاثنين تحت كم مره؟ 3 مرات. 1 2 3. هو مش عندنا تصريح ان انت ممكن تختصر الرقم فوق مع الرقم تحت؟ طيب يلا كده يا محمد، ايه الارقام اللي تختصر مع بعض؟ ما دام زي بعض، يعني لو رقم ده 2 ده 2 ممكن تختصر، يبقى هنشيل ده مع ده من اللي يمثل، ما دام اسم ممكن تختصر. تمام؟ ايه اللي بعد كده؟ نشيل كمان 2، صح؟ كل واحده فوق زيها تحت بنشيله مع بعض. ماشي؟ طيب في ايه تاني؟ واحده كمان اهي، واحده تحت معايا ريان. اتبقت في الاخر كام واحده؟ بس صح؟ اللي هي 2 اس كام؟ هطلع عايز 2 اس 2 عباره عن زي ما قال الراجل بنطرح الاسس. بص تعالى كده اتبقى 2 اس كام؟ 2. عملنا ايه في الاسس؟ طرحناها يعني 5 ناقص 3 هتساوي 2 اس 2. يبقى احنا ان هو طلعنا قاعده للضرب وطلعنا قاعده للاسم وناكد عليه. لو انا قلت لك مثلا الاول كتبت اللي فوق ده، تمام،
لو انا قلت لك 2 اس 7 تقسيم 2 اس 5، خلي بالك التقسيم ممكن يتكتب بطريقتين، ممكن اكتبه كده 2 اس 7 تقسيم 2 اس 5، ممكن اكتبه الاثنين نفس المعنى ماشي. لو انا قلت تاني هنا 2 اس 7 تقسيم 2 اس 5 بتساوي ايه؟ تمام، بعمل الاثنين الاول واشوف هنا، هنا ضرب ولا تقسيم يا نور؟ لا هنا ضرب ولا تقسيم؟ تقسيم، يبقى ناقص 7 ناقص 5 يديني كام؟ 2. يبقى احنا هنا القاعده الثانيه اللي احنا عايزين نوصلها هتبقى فوق ايه؟ ايه هي؟ ان ألف أس م تقسيم ألف أس ن، مين يقول لي بتساوي إيه؟ ارفع إيدك كده وقول. ها؟ ها يا محمود؟ لا اللفظ مش هو ده اللفظ، أنا عايز اللفظ الصح. ها؟ يلا يا ريان. أنا عايز أكتب بتساوي إيه؟ القاعدة. ها؟ ها يا محمود؟ ألف أس م سالب ن. كلامه صح ليه؟ لان عرفني ايه الالف وايه النون، ما قالش الف اس الف وميم، لا قال لي الف اس ميم ناقص ايه؟ نون. يبقى هنا لما نيجي نكتب اول حاجه الالف الاساس، لما نيجي نكتب فوق نقول ايه؟ اس ميم ناقص ايه؟ نون. يبقى انا هنا كتبت القانونين اللي انا عايز اطلع منهم النهارده دي، او هنكتبه زي اللي تحت كده اهو، الف اس ميم ناقص نون. يبقى القانون الاولاني الضرب، الثاني ماله؟ قسمه، وهم دول القوانين، القوانين اللي احنا عايزين نوصل لهم النهارده. وصلنا لهم بعد تعب ان احنا اجتهدنا ان احنا عملناهم بارقام واستنتجنا منهم الايه؟ القوانين. يبقى القوانين اللي عندي الضرب نجمع الاسس، القسمه نطرح الايه؟ الاسس. يعني نقولها ازاي بقى؟ الف اس م، انت لازم تبقى عارف ده. الف اس م ضرب الف اس ن يساوي أ أس م زائد ن. تاني مع بعض كده، أ أس م ضرب أ أس ن بيساوي أ أس م زائد ن. معايا كده بصوت عالي؟ أ أس م ضرب أ أس ن يساوي أ أس م زائد ن. تاني يا شباب هنقول بالتفصيل جزء جزء، أ أس م ضرب أ أس ن بتساوي أ أس م زائد ن. طب التاني اللي هو التقسيم، واحدة واحدة كده، أ أس م تقسيم أ أس ن بيساوي أ أس م ناقص ن، اللي هو الأس اللي فوق بنطرحه، هنا جمع عشان ضرب، هنا ضرب عشان إيه؟ اسمع. يلا اكتب كده ونشوف الكتاب بقى بيقول عليه إيه الجزئية اللي أنت عايزها. شباب اللي عايز اي سؤال في الزوم يرفع ايده. ماشي يا حبيبي اتكلم. احمد يلا يا احمد صوت عالي. استاذ ياسر. ايوه استاذ ياسر. ايوه معايا يا حبيبي. سامع. ايوه يا احمد سامع. استاذ ياسر الصوت عمال يقطع. الصوت بيقطع من عندك من النت يا حبيبي. استاذ الصوت عمال يقطع جامد ومش سامعين كل الطلاب، حتى اسالهم والحصه بتطلعنا وبتدخلنا تاني، مش سامعين ولا فهمنا اكتر من نص الحصه. ثانيه واحده بالنسبه للشباب اللي الصوت لو مش واضح يرفع ايده. الصوت لو مش واضح هيرفع ايده. خليك بقى معايا. طبعا هنا احنا خدنا بالنسبه للاسس القانونيه اللي احنا ايه اخدناهم دول. تعالى نشوف بقى الكتاب هو بيقول ايه هنا. طلع صفحه 18 وهنشوف هنا مع بعض اللي هو 19 نشاط 4. صفحة 19 نشاط 4. مش كله رفع ايده يا محمد. في ناس سامعة كويس. بسرعة. لا صفحة 19 نشاط 4.
نشاط أربعة صفحة 19. خليك بقى معايا.